غروب مرة زيد الريدة حبك أمشي درب الحب معانو أبقى زي نزول محبة حبة حبة زيد غروب أنت زيد الريدة حبك أمشي درب الحب معانو أبقى زي نزول محبة أنحن ريدة من غبينة تفينا وفينا الشباب حبة 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 حبة. مرحبا بكل مشاهدي شاشة قناة الشروق في حلقة جديدة ومتميزة عبر برنامجنا الأسبوعي المعتاد على الشاشة الأقرب إلى قلوب مشاهديها. غناوي وحكاوي اليوم حلقة أكثر من متميزة بصحبة واحد من أعمدة الغناء السوداني. رحل في ريعان شبابه قدر من خلال فترة زمنية بسيطة جدا يقدم عدد كبير جدا من الأغنيات. أغنياته موجودة بالرددة فيها السهل الممتنع بصورة كبيرة جدا. الراحل خوج العثمان واحد من الفنانين الأكثر من مميزين ومترعين بالفن والإبداع، بيمتلك عدد كبير جدا من المواهب حنحاول نطرق عليها من خلال ضيوفنا الموجودين معنا داخل الاستوديو. مرحب بكم ومرحب بأستاذنا الإعلامي والشاعر اللي تعامل مع عدد كبير جدا برضو من الفنانين أستاذنا تاج السير عباس. مرحب بك. حبابك مرحب بكم وأهلا ومرحبا بمشاهدي قناة الشروق ومرحبا بالشباب من المغنين عصام محمد نور وأخي صلاح اللمين الذين يعني في لمسة وفاة الراحل المقيم خوج العثمان يطلوا على المشاهدين من خلال هذه الحلقة. مرحبا بك ومرحبا بهم مرة ثانية، ونحن سعيدين أن الليلة تكونوا موجودين معنا أستاذنا عصام. مرحبا بك. طيب بسم الله نصلي على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه. مرحب بك ومرحب بأستاذنا تاج السير أخوي الصغير صلاح. مرحب بمشاهدين طوالي. لا هو عارف. مرحب بك أستاذ صلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني أنا ده شرف كبير لي جدا أنه أكون موجود في الحلقة دي وأغني بوجود أستاذي وأخوي الكبير عصام محمد نور والأستاذ الغام أستاذ ياسير، وأغني لإقامة من إقامات الفن السوداني عبر الغناء الجميل الشروق. نعم مرحبا بكم. وضربة البداية دائما أستاذ ياسير بتكون مربوطة بالبدايات. نعم. والبدايات دائما بتكون فيها الرعشة وفيها الصعوبات. بدايات الراحل كانت مربوطة بعدد كبير جدا من الصعوبات اللي نقدر نقول واجهته، خصوصا انه ما كان موجود في مكان واحد، اتنقل من مكان لمكان، فالحركة دي كيف كانت هي برضو صعبة عليه في بداية مشوار الفن؟ والله انا تعرفت بالراحل المقيم خوج العثمان واتى لي به صديق يسكن حي ابروف في منزلنا بابروف اسمه الفاتح مرغني، كان يعمل في الخطوط الجوية السودانية، كلام ده ذكرته كثيرا. فقدموا لي وكان يجلس معي الوقت ده كان الطيب عبد الله، انا بحييه من هنا وفي امريكا، وخليل اسماعيل مطرب الفنانين، عبد العزيز المبارك وحمد المبارك ومحمد يوسف موسى. وتدعملت مع اغلبهم؟ انا كنت تعاملت، انا طالب في الثانوي غنى لي الطيب عبد الله وغنى لي عبد البراوي، فكان منزل الوقت ده عباره عن منتدى يعني نجتمع فيه امسيات. طرق الباب علي مساء الفاتح مرغن وكان جاري بأبروف بصحبته شاب، عرفني به اسمه خوجي، قال لي الشاب ده يا أخي داير يتعرف ليك بغني. جاء خوجي العثمان له الرحمة وفي حضرة زحمة الفنانين هو والله ما غنى، ما لقى فرصة يغني عشان يسمعني حاجة، كان بغني خليل بيوقع فيه قبل ميعادنا بساعتين. طيب عبد الله تمد الليد الغنى الفنانين كبار، هاشم مرغني له الرحمه كان جاري برضو، فكنا بنتلاقى في بيتنا. ففي زحمه الاحداث دي انا ما قدرت اتفاهم معه، ولما فاتوا ديل قال لي يا اخي انا اسمي خوجلي وانا معجب بغنيه اسمها حبه حبه عين بشير عباس. ايوه. سالت منه قال لي من كلمات، قلت له فعلا انا بشير عباس الحقيقه. اول من قدم لي أغنية أمير الناس وأنا طالب في ثانية ثانوي في الأهلية الوسطى أم درمان، كتبت نص اسمه أمير الناس، يتنشر في مجلة الإذاعة والتلفزيون الوقت ده اسمه أم درمان، وقدموا بشير عباس بصوت
ثنائي النغم خديجه محمد وزينب خليفه الله يديهم العافيه، ودي بشير عباس الصحه والعافيه. اول من قدمني للاذاعه والوقت ده لا بعرف الاذاعه، انا طالب في سنه ثانيه، نص كتبته رسلته. لكن اغلب النصوص اللي اتغنت هي كانت بتصل عن طريق عن الجرائد. اي حبه حبه دي ذاتها تقريبا سال بشير عباس لحنها، فقال لي يا اخي انا عندي نص عاجبني جدا، سالته استاذنا بشير عباس قال كلماتك اسمه حبه حبه بيعمل لي في بروفة للبلاء بيدخل نص انا دايره. فمعاول فجاب رجل صديق لي قال لي يا اخي الزول ده قف معاه، قلت له انا ما عندي مانع. المهم مشيت لي بشير عباس وانا بحييه ثاني من هنا وحيي سيرته الكريمه في الحلفايه، لقيته في نادي الفنانين القديم، فجيت داخل لقيته بيعملوا في بروفة البلابل لتسجيل برنامج تحت الأضواء لحمدي بولاد الوقت ذاك للتلفزيون. فأنا عندما تقدمت سلمت عليه فقام هو مبتسما يعني قال لي البلابل ده شاعر حبة حبة جاء نسمع اللحن. فقمت ناديته بالجنب قلت له أستاذ بشير يا أخي معليش أنا الحقيقة الشاب ده جاني من الحلفاية وكذا كذا. المهم بشير ما وافق أنه يديه اللحن، ما وافق، وأنا اديت الزول كلمة. فقلت له خلاص يا اخي، قال لي دي البلابل وان ماشيين بيسجلوا برا السودان وانت وما انت تجازف وكذا. قلت له والله يا اخي الزول ده جاني بواسط اخ عزيز وانا قلت داير حبه حبه انا بديها له. قال لي ما يغني لحني. قلت له جميل، وهو طبعا خوجي واقف سامع الحوار. فقلت له شوف انا بشير ده اول من لحن لي وانا طالب، فدي ده النص تفضل. البلحن لي من قلت له ايش لحن براك يا اخي انا لو ما قدرت الغنيه تنجح قدرت علي يديك تاني، لكن لحن براك يا خوجي لو احسن زول لحن للزول الزول ذاته هاي فيا خمس لحن. المهم لحن الاغنيه وقصه بثها بعد ذاك ما دير اطيل على المشاهدين، فبقت الاغنيه حقته جاب لي في شريط ثاني يوم شريط ريل صغير كده زمان الاذاعه كانت شغاله جاهز عصام محمد نور بيتذكر طبعا صلاح لسه ما صغير فجاب لي في شريط ريل فقال لي دي. قلت له بس اجي جيب لي. مشيت للرشيد فضل الله ده كان منتج يعني مخرج وفني في اذاعه ام درمان وما زال في المورده بعد ما اخذ المعاش، وكان بيشرف على برنامج اسمه بتقدمه الراحله ليلى المغربي وحمدي بولاد اسمه شنو عصام برنامج صباحي يا اخي ما في اقول معلومات عامه نفحات الصباح نفحات الصباح هاي فنفحات الصباح قلت لي يا 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 الرشيد يا اخي دفعتنا اقل منه كده في 20 سنه. المهم قلت لي يا رشيد يا اخي انا الشاب ده انا داير يظهر، فيا اخي بيسمع اغنيه حبه حبه دي فينا. دخل معي عنده مسجل ريل صغير في بيته قلت له اسمع سمعناها بالعود. المهم بقى يبس قال لي من بكره انا كل يوم ببس مقطع مقطعين من خوجة. الاغنيه طلبوها من طول المستمعون بعد ذاك بقت تجي، وكانت ما مسجله رسمي وكانت هي الوسيطه الوحيده الاذاعه الوقت ذاك الاذاعه هي كانت مسموعه. المهم كانت دي البدايه، وبعد ذاك انطلقت تجربتي معه وثنائيتي معه لثمانية اغنيات بحمد الله، وسهو طوالي في حياته بقول انا اللي خلاني الحن استاذ ياسر عباس. التحدي اللي انت خدته فيه كثير شلت من بشير عباس قلت له ده ملحن ضخم امبراطور الالحان، انا اشيل نص منه اديك ليه يا خوجلي لحن براك. فقال ده حفزني عشان اقدر الحن غناي. طيب نجيب في النقطه دي ونسمع حبه حبه تكون هي ضربه البدايه اللي طالما جبنا الحديث عنها مع استاذ صلاح، وبعدك نشوف شنو التحدي اللي ممكن يخلقه الفنان لنفسه بالمواقف زي دي ويستفيد منها. نسمع تفضل. حبة حبة زيد غرور مرة زيد الريدة حبة امشي دب الحب معانا ابقى زي نزول محبة حبة حبة زيد غرور انت زيد الريدة حبة امشي دب الحب معانا ابقى زي نزول محبة انا احنا ريدك من غبينا
تاتا فينا وفينا الشباب. حبة 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 ظلم الدنيا هي حبة 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 شجعنا إلى بعيده حبة حبة يا محبة، احنا ناسك يا محبة، لا
نقعو من الباقي فينا حبة 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 زيد غروري مرة زيد الريدة حبة وامشي درب الحب معانو أبقى زي أنا زول محبة حبة حبة زيد غروري تزيد الريدة حبة امشي درب الحب معانو أبقى زي أنا زول محبة نحن ريدة من ربينا كانت فينا وفينا شبا حبة 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 شكرا أستاذ صلاح والفرقة الموسيقية المصاحبة. أستاذ عصام يعني المواقف ممكن تصنع الفنان زي ما بتصنع الإنسان، لأن الفنان هو جزء من حياة الإنسان والفن أصلا هو مأخوذ من حياتنا اليومية البسيطة يعني، فكيف التحدي اللي توضع فيه ممكن يكون هو بالنسبة لكم أنتم كفنانين برضو يقويكم وبالتالي يسقل الموهبة بتاعة الفنان حتى لو ما كان مكتشفه ممكن يكتشف بها نفسه؟ أنا عندي تقريبا مشافة للحاجة دي، يمكن في البدايات أنا لسه طالب في السنة، يمكن في أول ولا ثاني شاركنا في مهرجان ودائما بيكتبوا لك في أسباب رفض الأغنية يا نص يا أداء يا تلحين، فترفضت الأغنية من دون كتابة أي واحد من الأسباب، يعني نوع من الإحباط الغريب، يعني يمكن قررت إنه ما أغني. بعد سنتين أو ثلاثة سنة جيت الخرطوم للزول، كان في اللجنة ما دايما نسمع عشان ما تبيع، فقلت له يا أخي أنت تعال، ما دايما الزول لما توروه بيعرف، عشان لو ما بيعرف يغني يشوف له حاجة غير الغنى، ولو في قصور في الشعر يعرف إنه قصيدة ممكن يغني واحدة غير وفي اللحن كده ممكن يستعبها، لازم توري الزول القصور وين عشان يعالجه. قال لي والله بصراحة أنا مذكرة ودي المفروض تكون هي الفايزة، لكن ما بنقدر نفوزين طالب على فنانين كبار. عادي شي حصان سوري قلت له هو قال لك هاي اسمع خلي في خاطرك هوانا حقت منهم كلمات كلمات ربنا يرحمه الاستاذ يونس السماسي المحامي مش واصل سوري قلت له يا اخي ما عنده علاقه يعني، حتى الطالب لو فاز ما معناه هو افضل صح، لكن معناه بدل مجهود اكثر ودي تبقى قرصه ظهر للناس الكبار انه لما تجي لمهرجان تعال جاهز لانه اسمك اهم من مشاركتك صح، يعني اشارك بحاجه الناس تكون، لكن قلت له كان ممكن تقتل زول ما يغني. والفنون ما عندها علاقه بالعمر، عندها علاقه بزول انه لما نطلع على المسرح هو يمتلك يعني قلوب الناس بشكل اداء وطريقته يعني حتى كيف ايوه واحساسك شنو انت بتغني، هل دار تغني مجرد الغنى ولا في فهم ذلك؟ وده نفس الاحساس اللي سمعنا به قبل شويه حبه حبه الفنان صلاح، يعني كيف الاحساس ممكن هو برضه يخلي زول عايش الغنية وبالتالي بيساعده في التجويد اكثر؟ هي القصه بتاعت انك تحس الاغنيه دي طبعا يعني الواحد يبقى ليه قبل ما يكون فنان انا مستمع يعني هسه المستمع العادي في اغاني كثيره ما بتعجبه بيقوم بيسمعها كده وعنده حاجات بيحبها فالفنان ذاته لما يلقى الحاجه اللي بيحبها بيقدر يعني يحسها وبيقدر يؤديها باداء عالي في اغاني كثيره حسي ان احنا بنغني اغاني كثيره مرات ما بنكون يعني حابينها شديد يعني لكن بتغنيها وفي عندك بيكون في غنى انت براك مع نفسك بتدندن بيه وزيك زي اي زول عادي ثاني يعني. حتى في حاجات انت ما بتكون حافظها كلها في اغاني اللي وصلت فهمنا انا بحبها جدا بدندن بيها مع نفسي يعني واضح انا جدا ملكيه فكريه وكذا. طيب نرجع لك مره ثانيه استاذ نتاج السير عباس، وكنا وقفنا في واحده من المحطات المهمه اللي هو اول تعامل قبليه كان عنده تجربته الفنيه، يعني بمعنى انه هو انتقل من وادي سيدنا للحلفايه، خصوصيته برضو وجوده في البيت مع خمسة من البنات، الحاجة دي برضو كان عندها أثر المباشر في التنوع الكبير اللي شفناه بعد ذاك في مدرسته اللحنية خلاف الأدائية.
والله الراحل الخالد المقيم خوجة العثمان نفعته عدة عوامل في أنه يعني أول شيء يعني علاقاته كان مع ناس متميزين يعني ده كريم الكابلي كملحن كمؤدي كده أصدقاء عثمان الشفيع كان تأثر به في فترة من فترات حياته لا 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 صفة ناس الموسيقى الجو ذاته في حلفايه الملوك مملكة العبد الله دي أيوه. يعني غنية بالمبدعين وفي لا 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 جماع وعبق الشعر الأصيل واللحن الأصيل وبشير عباس وأسمى حمزة والناس الملحنين ديل والوقت ده كان يعني عديد من المبدعين يقطنون الحلفايه وهما كان أنا أغلبية وقته كان معني في الدرمان يعني خوجلي يعني أنا مرتبط به بعلاقة متميزة جدا يعني بعد رحيله المران 10 سنوات ما أديت فنان غنية ولا عدت نادي الفنانين ده 10 سنوات حتى بعد ذلك بمرور الزمن والبتاع الواحد حاول طلع من الحالة باعتبار أنه يعني ده قدر وواسط المسألة فخوجلي رجل إنسان للذين لا يعرفونه هو رأي فنان شامل يعني خوجلي يمثل خوجلي أحسن من يقلد الزول يعني هسه هنا صلاح ده ولا عصام ولا أدائك ده ذاته مستعيد خوجلي بعد الثانية يقلده كما هو أيوه. أي فدي ميزة كان بيعرف صلاح صلاح من البادي كان ما أنسى يعني صلاح وقربه لي صلاح وكده ودي الشيوخ صلاح بن البادي أنا بحيي صلاح بن البادي وأسرته هنا فخوجلي أنا مما تعرفت به وفي دور كبير جدا جنبه والعازف دفع سيد دفع سيد ده حامل أختامه والله بعد رحيله دفع سيد ده خلى النادي خلى العزف خلى قاعد في بيته جنب منزل الزعيم إسماعيل أزاري فبعدين الغنى للصفوة يعني حتى في الجلسات الفنية زمان كانوا يقولوا لها قعدات في جلسات فنية كانت يعني خوجلي أذكر يعني مع عديد من الناس المتميزين يعني تقول لي أخي أنا عندي أصحابي يقول لك منو تقول لها الناس كويسين بقعد بمشي معاك بسمي على الغنى للصفوة ديل فبنسيان يعني كان في أذكر بغناء الفاتحة الخير الراجل الزواغ كيف استفاد من الجودة استفاد تماما مباشرة الجابري والشفيع وكده استفاد أصبح يعني هو عنده الثقافة الموسيقية وعنده ولقى الناس يعني يا أخي زول قدموا البروف محمد عبد الله الرياح حساس محمد حساس يكفي كويس بعدين أستاذنا علي شمو يعني من المعجبين جدا بخوجل عثمان عديد من الناس حتى أبو عصام محمد نور ده الله معجب جدا بخوجل يعني الناس اللي حوله يعني صفوة المجتمع وكذا انت ليه لما ترتبط مع ناس اكثر منك ثقافة وعلما بتستفيد اكيد كويس وبعدين الرجل كان مسكون بالابداع والله خوجلي اذا انا اذكر ما لولو صافيتنا انت انا بعد حبة انتشرت طلبوها الناس في يطلبوا المستمعون وبتاع اضطرت الاذاعه سجلت لي الاغنيه دي ووقفت عبد اللطيف خضر معاه واسحاق الحلنجي برضو ما انسى انا في اسمعنا مره في المهرجان كويس رغم أنه تجربتي مع حبة قبل المهرجان لكن ده بعد ذاك عبد اللطيف خير كملحن كبير وكده فدي ذاته عملت لي بوشك طويل يعني عبد اللطيف خير الفنان مقتدر صاحب شاعر كبير فبرضه مشيت قدام يعني ساهمت كثير وتعاون مع عديد من الشعراء بعد ذاك جاني انا عايز اقول لك انه خوجلي رجل مسكون بالابداع وبيعيش الكلمه كما هي بنفس الإبداع وبنفس إحساس الكلمة كانت واحدة من أجمل قصائدك الشعرية كثير بتناسى إيديا وسيب العينية فوق إيدي فوق إيدك أيوة. فوالله يا أخي أنا دي أديت ليه بعدي ملولة وصافيتنا أنت وبعدي أغنية غالية صبح الهنا فأغنية طويلة كثير بتناسى إيديا والله الأغنية دي يعني بس الأقدار كده جابت لي خوجلي نسمع أقدار بعد ما نسمع الأغنية من الفنان عصام ونرجع نشوف الأقدار كيف أقدار جابت لي والحمد لله جابت لي خوجلي الأقدار نسمع تفضل
عدى السنة عشق معاي عدى السنة البسمة تحرق في الحشا والخطوة رسم وشوشا كونك جميل ومدهشة عاشق معي عد السنة عاشق معي كمل سنة الصباح الصباح بعد النسيم زاهر الوشا الوشا هوى القلوب من الجراح الجراح كيف أقدر أنا أشوق معاي عد السنة أشوق معاي كمل سنة أشوق معاي عد السنة أشوق معاي عد السنة أشوق معاي كمل سنة أشوق معاي عد السنة يا غالية يا صبح الهنا يا نور حياتي المهونة من ساكي كيف أقدر أنا أشوق معاي عد السنة أشوق معاي عد السنة شكرا الفنان عصام محمد نور وشكرا كمان مره ثانيه للفرقه الموسيقيه. استاذ تجسير لو رجعنا مره ثانيه وشفنا الاداء الجميل لعصام لوحده من اصعب الاغنيات والتطريب العالي اللي ادى به الاغنيه وكمان نستصحب معانا شكل المناسبه او شكل القدر اللي وصله للراحل. هو اصلا المفروض انا ما عرفت اخوه جليل اغلبيه غناي اللي كتبته كان حبه لانه ذات ما بيديني فرصه كتبت من مطلع ساي ولا بس تم عليه الشيء اللي يجي بكره تم عليه الا بس شاءت الاقدار. كان في مطرب شاب ظهر الوقت ذاك اسمه محمد سلام بتاع قام يتعزز الليمون عشان بالغنا في ريدو الله يرحمه ويديه الدكتور وبركه في بنياته وزوجته الاستاذه ناديه وانا بحييهم من هنا ولكن دي حقائق كده انا اذكرها كتوثيق للمزعله. فاديته كثير بتناسى ايدي بواسطه زوجة الاستاذه ناديه كانت مقيمه في اليمن معلمه هناك وهو سافر معها فطلبت مني الغنيه واصرت عليها فكتبت كثير بتناسى ايدي كانت جاهزه مشى سلام لحنا قبل ما يسافر وكذا كنا نتلاقى في نادي الفنانين لما كان الزمن جميل مع الناس يعني هناك عبد العظيم حركة بداية والدولة الصديق والإبراهيم حسين والمطربين
الأصدقاء دي وأخوجي وكده، وحتى الشعراء حلنجي ومحمد يوسف موسى والصادق الياس وعز محمد خلي بنتلاقى في هذه الفنانين. فيا أخوي في داخل مرة ناداني قال لي يا صديق لو سمحت دقيقة دايرك سلم عليك، قال لي دايرك برا في شنو يا أخوي؟ قال لي يا أخي والله عندك نص فلت مني كيف أنا ما عارف شنو. قال لي يا أخي كثير بتناسى يدي. قلت لي والله يا أخوي أنا يا أخي أديتك 6 أغاني لغاية ده الود أديته أغنية واحدة ومسافر اليمن وأنا بعرف زوجته دي وأهلها. المهم قال لي لا لا النص أنا عاجبني مع احترامي للزول. قال لي يا اخي محمد ده لحن ليك اللحن بتاع كثير بتناسى ايديا خدت في القالب اللحن بتاع قام يتعزز الليمون وسكسك. قال لي ده اغنيه عايزه سمع فانا لحنتها كده وحفظتها. كيف؟ قال لي حفظتها منه في جلسه فنيه. فقلت له والله يا اخي جميل انا شخصيا ما عندي اعتراض لكن اشوف رايه. سكته من يده ومشيت يعني كان قاعد عبد العظيم حركش حتى على الكلام ده وكده. قلت له يا سلام أستاذنا كيف وبتاع؟ قلت لي يا أخوي خوجة العثمان ده. قال لي يا أخي كيف يا أخي حتى واقف على الحيل وقريب مهذب. قلت لي يا خوجة العثمان ده يغني كثير بتنازع إيديا من الحان ورايك شنو؟ قال لي يا أخي ده من رأي الأستاذي أنا ما عندي مانع لكن شرطا تديني بدل نصين. قلت لي هسه أديك نصين أنت موافق؟ قال لي موافق. جاب ورقة. قلت لي جيب ورقة. جاب ورقة دولة الصديق كان ماسك سكرتير النادي. جاب ورقة كتبه. قلت لي بخط يدك عشان ما تدخلني في لوم مع أولادك بعدين. بخط يده كتبت دالي خوجري فبقت ان خوجري باللحن المتميز واخذ بدلها زي نصين تاني. نعم. طيب استاذ عصام يعني لو قلنا انه الوسط في الوقت ذاك وصح علينا التعبير كان معافى بدل انه الفنان ممكن يتنازل للفنان عن اغنيته وفي المقابل في فنانين كانوا بيلحنوا لبعض يعني وفي امثال كثيره فشكل المجتمع او الوسط في الوقت ذاك كان عنده برضه نقدر نقول تاثيره على الاغنيات انه اغنيات يعني بتمر على عشر سنين وبتكون هي كبيرة وبتكون هي ضد النسيان حتى يعني الغنى ذي الحاجة الوحيدة اللي بتقعد سبحان الله يعني في يمكن كميات من الأغنيات بتتزامن في وقت واحد تقدم لكن الأغنية الصادقة الناجحة دي ما بتقعد أصلا كل الحسابات يعني الأغنية بتفقوا على كل الناس صح من خلال أول استماع بيقدر يحكم على يقول أغنية ناجحة بيرد فعل أول ما غنية تلقى كم زول بدندنوا فيها يمكن ما حافظين الكلام ذاته لكن عجبانه الاغنيه يمسكوا منها كلمه واحده يكرروها دي ما بتموت. بعدين اي زمن له لسان حال فكل ما كان المجتمع معافى كل ما كان الفن معافى اكثر. اي المنتوج بيكون معافى في المقابل لانه التناسب بيكون طردي يعني بس بكل التأكيد. طيب استاذ صلاح يعني ترديد الاغنيات من الصعوبه بمكان لانه زول بيكون رابط شكل الاداء بالفنان سيد الاغنيه يعني فبعد ذاك انه انت مهما تجي وتجتهد بيكون دائما في مقارنه لكن احنا بنلاحظ انه الشباب اللي قدرك وقدر الاستاذ عصام اسي بيأدوا الاغنيات دي بكل سهوله بكل يسر وبرضه فيها نوع كبير جدا من الاجتهاد بالنسبه لهم فدي حاجه تحسب لكم انتم كشباب. هي فعلا عارفه الحاجه دي يعني قد تدخلك في مقارنه لكن يعني يبقى لي انه عشان يعني زول يجي يقوم يقارنك بزول سيد الاغنيه المقارنه بتكون ما في انك انت امكانياتك شنو ولا قدر يعني المقارنه بتكون انك انت قدرت تاديها صح نعم او لا مش مقارنه في شكل انك لا انت غنيت احسن منه او لا غنيت سيء مع انه في بعض الشباب بيغنوا هسي اغاني بتاعت ناس كبار وما بيجيدوها يعني الحاجه دي بتحصل كثير في ناس يعني ما انت بتغني الحاجه القريبه لك القريبه لامكانياتك اي صوت عنده حدود يعني فبتغني الحاجه القريبه لك لامكانيات صوتك بالضبط القريبه لامكانيات صوتك القريبه لك في احساسك ذاتك ما انت لازم تحسها لانه لما تغني حاجه انت ما حبيها انت هي ما قريبه لامكانيات صوتك يوم بكل الاحوال انت ما حتاديها بصوره كويسه ايا كانت امكانياتك شنو اي اغنيه عندها امكانيات معينه وحدود معينه ممكن تتغنى فيها وفي فنانين كبار يعني حاجاتهم ما في اي زول بيقدر يغنيها صح يعني استاذ عصام ده زول ما شاء الله كل الناس الكبار بيقدر يغني لهم وبيغني في حدود ما شاء الله ربنا يحفظه لكن الناس الباقيين يعني او في كتار زي استاذ عصام ما بغني في بغني بلا حدود ايوه في ناس لكن عندهم حدود يا استاذ والحاجه دي بالمناسبه قاعد تكون يعني خصمه على الفنان انا بفتكر لما انت تمشي تادي اغاني بتاعت ناس هي ما جايه مع صوتك وما والمشكله انهم بيصروا على الحاجات وما جايه مع صوتك ما بغنيها اي ما فالحاجه دي يعني مشكله انا مصر على المعايشه اكثر المعايشه مهمه يعني لما تنجح في الاغنيه
كل ما حبيته كل ما رجعت في أداء. هو صح. نفس الكلام اللي قلته أنا يعني في الآخر أنت، أنا يمكن أن نفعني من الطفولة أنا علاقتي بالراديو علاقة وثيقة تماما. أيوة يمكن دخل أنا أستمع للعديد من علاقة خوجة لعثمان بوالدك شنو يا الله يرحمه؟ الله يرحمه، الله رب يرحمه الاثنين إن شاء الله وتغمدهم بواسع رحمته. والله أنا أول مرة أسمع يعني ما سمعته من الإذاعة، مع إنه أنا بسمع الإذاعة بشغف غريب. الوالد جاب شريط حتى بتاع صناعة اليونان دي بتذكر، أيوة حبة حبة سمعنا مرة بسمع الشريط أنا بتذكر لحد هسه سبحان الله. فالشغل في الأول لأنه ما حاجة أنا بعرفه ولا سمعته. أي طبعا شركة سودافون كانت، لكن طبعا الوالد من محبة له كل مما يجي من الشغل يكرر الشريط لحد بس الشريط ده شغال. أنا يمكن الأغنيات اللي بنسمعها لأخويا دي بس من الفترة دي ارتبطت معي، وحتى الشكل اللي كنت أخذت له ما عنده علاقة بأخويا ده سبحان الله. سبحان الله ما شفته. أنا كنت أخذت زول ضخم كده زي الزول بيغني ده، ما شخص بنفس الهندام والأناقة يعني بسيط زول يعني الله يرحمه. والله رجل ريحانة مجالس كان. الله يرحمه الله يرحمه. طيب نحن من الـ من الـ من الراديو ومن الاذاعه نمشي للتلفزيون. نعم. وقدر الدكتور محمد عبد الله الريح يقدم مكان للشاشه. بتتذكر كان تفاصيل البرنامج شنو؟ الكلام ده كان سنه كم؟ كيف كان مدخله قبليها؟ أنا محمد عبد الله الريح كان بيقدم بعض البرامج في تلفزيون السودان الفنيه. برامج فنيه بيقدموا فيها، لكن انا اتذكر قدموا في مطرب الجماهير عبد العاطي. فمطرب الجماهير يعني قدمه بمقدمة جيدة جدا جدا، وخوجة لعثمان قال أنه فنان كده يعني صاحب أقدام ثابتة في الوسط الفني، ويقول عنه زملاؤه بالوسط الفني فأنه رجل مليح الطلعة. أيوة. فقدموا التقديم ده في بالي، فحتى نحن لما حضرنا الحلقة دي حضرناها في بيتنا معي خوجة لي. قال لي شوف عبد العزيز تكلم عنك، وانا ذاتي سجلتها قريت فيها كثير بثناء سيديه كونيه جديده. فزي زمان كنا صغار كده زي صلاه ده. فيعني الحديث الله عن خوجل يا اسراء يا بنتي يعني يطول ويطول مهما تكلموا، لكن خلينا اتكلم لك في حته في انه الوسط الفني زمان غير الوسط الفني الحالي. يعني زمان وردي ادى عثمان مصطفى مشتاقين، صح، وصلاح ابن البادية أدى حمد الريح طير الرهو من الحانو، و السن الضوي السن الضوي. لا أنا قصدي السن ما ملحن، لا لا ما ثنائي العاصمة قبل ما يكون ثنائي العاصمة أدى إبراهيم عوض. أيوه. بدأ الحان كثير جدا. أنا قصدي الفنانين الذين تعاونوا مع مطربين قلة. صلاح ابن البادية تعاون مع اللي من عبد الغفار في 3-4 خلاف الكلمات كان بيدوم حتى الألحان بلحنوا ليهم الحان حتى لو الكلمات دين. أنا قصدي الفنانين مع الفنانين. لكن هسا شوفي بعدين شوف كلام مصداق لأخي صلاح دي أنه التقليد ما سمع. أنا والله يا سامح ونبدا ما مقلد، بغني غنى الآخرين بإحساسه. شيء جميل جدا جدا بإحساسه الخاص. أنت لما تغني تحاول تقلد الزول المغني أنت ما ضفت لنفسك حاجة، أضفت لصاحب الغناء الحقيقي. صح. أنت بالنسبة لك أعمل لك تاريخك. يعني التقليد الكثير ما في يتكفي الأول على إبداع الحقيبة على إبداع الراحلين، لكن بعد شوية كمان شخصيتك وامشي لقدام. أنت ما بتكون سويت شيء. صح. ما في بتكون في إضافة حقيقة. بعيدا عن التقليد فنان صلاح هنا كيفين ما بريدك؟ بعيدا عن التقليد. والله انا اخي عزمي احمد خليل صاحب هذا النص الذين يغلط الناس كثيرا وينسبوه الي جايز للثنائيه بيني وبين خوجل العريضه، لكن هذا النص من كلمات عزمي احمد خليل بامريكا، وانا بحييه وبحيي اسرته. الله يبارك فيكم، نتمنى نلقاه في وقت طيب ان شاء الله. ان شاء الله. انا طالب المساعده من استاذي صلاح منور في الاغنيه دي، لانه انا والله لاول مره بغنيها. ولا أول مرة أجلس سود بدون فكة. يا الله يا رب حقك ما خلنا سوا نصلي. جيت أنا عايز أغني سوا. Thank you.
صراحة يعني كل ما نمشي بالأغنيات بنكتشف أنه أنتوا الاثنين عندكم قدرة عالية جدا على أنه تأدي الأغنيات، وإن كانت هي صعبة بمكان، خصوصا أنه هي ارتبطت بفنان قامة كالراحل.
أستاذ ناتج السير نرجع عليك مرة تانية في الحديث، وكنا بنتكلم عن الشكل المعافى في المجتمع أو في الوسط الفني. في حاجة مهمة جدا، سرعة الحفظ والقدرة العالية على التمرين، ولما أنت تشوف المنتوج الكامل بتاع الراحل خوجلي بتحس أنه ما في لحن بيشبه لحن، يعني كله لحن عنده كلمة بتشبهه، وكأنه ما الصبغة اللحنية هي بتجي متسقة تماما مع المفردة يعني. طيب أنا أقول لك هزارا لكلامي ده، أول حاجة الشعر الغنائي الصحيح يعني لحنه جواه في حاجة الموسيقى الداخلية في القصيدة دي بتحكم الملحن ما بيطلع منها، هي الموسيقى بتاعت الموسيقى الداخلية في القصيدة ده لحن القصيدة. أنا متذكر قلت لك يعني طلب مني بعد ما سجل كثير بتناسى إلي وسجل حبة حبة وكذا، قال لي ده لأغنية خفيفة، قلت لي عندي مطلع بتاع أغنية خفيفة من امبارح ما تم، أنا عندي القصيدة مطلع تم البيتين الفوق ده بعد ده هيات. فقال لي شنو قلت بتقول مرورة وصافيتنا أنت ومرة مرة بقيت تجينا، قلت له واقفة كده. المهم حصل حكاية ذكرتها قبل كده، أنا طالب العربية هو معاي راكب معاي من البيت الصباح في شارع كده شارع بيتنا في أبروف في شارع عزلة جاي من سوق الشجرة، في مرة حبوبة كده حبوبة الناس زوجتي كانت جاية شارع لاقو، فأنا ما شايفها العربية في الأقصواق إلا تدبن الفرامل يا صلاح طبعا أنت تعرف لكن إلا تدبن الفرامل. فقامت جيت تقوشة لقشت القفة فوقت قالت دم جيت نزلت قلت لها حاجة اسمها حاجة خضراء أنا بحيا بحيا هلا ناس دلوق بأبروف. فقلت لها قالت لي قلت لها أخذها أنا قالت لي والله وين يا ولد عباس وين اللي قصرت فينا؟ فاتلفت لخوي قلت لخوي القصيدة تمت شنو قلت له اركب ركبنا رفعت لها قفة مالولة وصافيتنا أنت ومرة مرة بقيت تجينا قلت له وين اللي تلومت فينا؟ قلت له اخويا القصيده تمت خلاص نحن ما قصرنا حاجه انت تلومت فينا، اخذت المفرده دي من الحجه دي والله العظيم. وبعدين طبعا عندي اساسا الفكره بتاعت القصيده هنا، بس القصيده زي ما قلت لك المطلع الفوق ده بدري مرات بيجي لك ما القصيده ما في الحجه دي، القصيده في بالي لكن بس المفرده المحرره اي. وانا بحب دائما اشيل الكلام من خشم الناس ورجعوا لهم غنى، اجمل شيء شيل الكلام من خشم الناس ورجعوا لهم غنى. اي حاجه من والى الناس بتكون قريبه منه بيقبلوه اي بيقبلوه يعني 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 لا 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 يعني يا سيد عقابنا وستنا ده ما كلام بتاع الناس بيصابر معاك. ارجع لخوجلي عثمان الذي يعني يدي اولاده الصحه والعافيه ويتغمدوا في وافر رحمته، فنحن قدر ما نعمل والله ما منوفي خوجلي عثمان حقه في وصماته الواضحة في مسيرة الغنية السودانية، والشهيد يعني راح مغدورا في ريعان الصبا يعني وقبل أن يكمل مشروعه الفني. لكن جميل نحن والله اتكالنا على زملاء وديل يحاولوا يوصوا هنا يعني يا جماعة في عديد من الناس بغنوا لخوجلي عثمان والله رغم أنه في عندي موقف أنا وأولاد برضو عندهم موقف أنا ما أي زول يغني لخوجلي، أنا عايز أغني لخوجلي يشيل الناس صح عشان يغني بعدك ما عندي مانع انا ان يزول عايز يغني اغنيه ده يعني خوجري ده ما عندي اي اعتراض بس يكون يغني بالطريقه الصحيحه وما يطلع زي ما قال قبيل اخي عصام محمد نور ما يطلع من روح اللحن بتاع الزول لانه خوجري صاحب عطاء اصيل لانه هو الملحن وهو المؤدي. يعني في وحده بتاعت موضوع من القى في مدرسته الفنيه نعم ايوه وحده موضوعيه دي أيوة صح. دي المساله والله يعني للاسف الرجل راح قبل أن يكمل مشروعه الغنائي الفني في السودان. ونحن زي ما قلت من يعني بنقول زملاء وديل يعني بدل ما أنا أعتقد أنه في غنى خوجلي بداه وما تم. أنا ناقشته قبل كده كان عاصم البنا في عنده شريط كده في غنى بتاع خوجلي بداه وما تم وما سجل ورحل عن دنيانا. قلت خلنا سعود تشوف تراث خوجلي ده تكمل المكتمل تلحن غناه كان مفروض يغنيه وما غناه ويتقدم تخليدا لذكراه يعني. نعم طيب في اغنيه اكتملت اللي هي انت تكلمت عنها مالو لو صافيتنا انت الزول ده بقى يجيكم مره بقى يجي
زي ما انت كتبت في الاغنيه. والله ما جاء والله ذاته ما جاء كويس. اقول يمكن انا بعد ما يسمع الاغنيه بصوت الفنان عصام يجي حتى ولو مره خصوصا انه ما عنديش سبب ايش بعد ما تقدمت السنوات. في سنوات ما بتزيد المشاعر الا اوج واحتراق، يعني الاحتراق الداخلي ده بيخليك دائما في لحظات ترقب يعني. فمهما طالت السنين على العاطفه وعلى الاحاسيس والمشاعر الانسانيه ما بتنتهي. والله شوفي القصيده ممكن تاخذ قصيده اجتماعيه صح، ما بالضروره تكون مساله عاطفيه بتاعت حب وريده، هو ما في حب وجعلنا بينكم موده ورحمه صح، الله ذاته قال كده صح. في والعلاقات في احياء ام درمان زمان كانت كلها كده يا اخي كدا. يعني احنا والله بيوتنا في ام درمان دي النفافيش فوق بعض والطاقات فوق بعض، يعني ام درمان دي ذاتها يعني ليس انحيازا ولكن انا رجل عاشق ام درمان. بنفس العبق الام درماني نسمع مالو لو صافيت انت يا عصام يا اخي مالك انت صافيت انت لا مدني ما هي ام درمان ذات ناس مدني كلهم في ام درمان مالو لو مالو لو صافيتنا انت مالو لو صافيتنا انت مرة بغيت تجينا احنا ما قصرنا حاشا كل قصرت فينا انت يتلومت فينا صافيتنا انت مالو صافيتنا انت مرة بغيت تجينا احنا ما قصرنا حاشا انت اللي قصرت فينا انت يتلوم كل الدنيا لا صباح طلابك يا حنان الريد وشاها قالوا لو قلبك ترانا مالو لو قلبك ترانا وسوة الأيام نساها ونريدك شقينا انت يلقى صرت فينا انت يتلومت فينا
رفعت مقالي في سما حريت السما. نبقى ما قصرنا احنا وانت ما شكرا للفنان عصام. وقلنا انه حياة الناس هي للفن، والفن هو اللي بيعبر او لسان حال الناس زي ما انت قلت قبل. يعني انت اتجولت في مدارس كثيرة، فشنو الخصوصية اللي ارتبطت بمدرسة الراحل لانه عندك معاها ذكريات حتى من الطفولة؟ والله بيترحم عليه وان شاء الله ربنا يتقبله بقبول حسن ويجعل من اصحابه جميل. انا بس قبل ما ابدا عندي كلمة دارقي في أستاذ ما يصير قال مشروع مكتمل وهو يعني مشروع متكامل تماما. ما أعتقد أنه كان ممكن يعمل، يعني سبحان الله، يعني حكمة ربنا ودي عظمة ربنا سبحانه وتعالى، من الوحيد العلام علام الغيوب. لكن هو يعني ما خلى شاردة ولا وردة من خلال أي مفهوم بتاع جزئيات الغنى كلها، صح، اختيار الكلمات، تلحين النص، كلمة كلمة بعد ذاك توصيل. يعني ما اعتقد انه في نجاح اكثر من كذا كان ممكن يحصل. وهو انا اعتقد انه فعلا يعني كان ممكن يقدم اكثر من كذا. لا ما كان ممكن يلحن للاخرين. يعني يلا الفكره بتاعتي في شنو يا استاذ؟ انه دائما يعني احنا قاعدين نقول لو دي نستخدمها صحيح، ما حقتنا لو دي لو نعمل الشيطان اي ما حقتنا ما حقتنا. عشان كذا انا قاعد اقول انه خوجري ربنا يرحمه ويخليه في الفتره البسيطه دي يعني كمل سريع سريع وعشان وسبحان الله الحياة بتجي سريع، صح، بتمشي سريع. لكن والله بشيل النص الصباح زي تجربة مصطفى برضه، هو مشى سريع لكن منتجه كان كبير مقارنة بالسنين. أنا علاقتي بالسمع هي يمكن ربطني بالراحل، يعني السمع الفردي مش رغبة، عشان ما أدعي حاجة هي ما كانت فيه. لكن بعد ذاك بقى السمع والشوف، التعود أصعب من الحب المناسب. بقى السمع والشوف تعود على حاجة معناها خلاص بتصلحت إدمان. وخوجي اللي من خلال صوته أنا يمكن كثير من الكلمات عرفتها لاحقا، بسمع الأغنية لأنه عارف إني أسمع أنا مرة أو حبة حبة، لكن كلامه اليوم يقول شنو ما قاعد أكون مركز، قاعد ياخذني الصوت دائما، يعني الحاجة بسمعها وكل ما أسمعه ما قاعد أسمعه برجع لفترة طوال. يعني هو مربوط الوقت ده، احنا كنا صغار بنعمل شنو قدامي كان حاضر في الوقت ده تحديدا، الاغنيه دي اشتغلت في كده في الوقت ده والتوقيت ده، وابوي كان الله يرحمه عامل شنو، ناس البيت كان شكله كيف، حتى البنيان والاساس كل الحاجات. فارتبط الشكل اللي سمع بصوره طوال، تقوم تجيب صوره ذكريات، ايوه، من الخيال بتاعك الحياه المركونه كلها تجي معك بتستدعيها فجاه كده. يا اخي الله ربنا يتعامل ربنا يرحمه ان شاء الله. العشق او التعلق اللي تكلم عنه استاذ عصام الفنان صلاح، كيف ممكن يساعد الفنان في انه يقدم تجارب الاخرين بطريقه فيها نوع من التجويد؟ نحن هنرجع هنا لنفس الجزئيه الجبال بتاعت انك انت بتحب الحاجه. لما انت قمت تحب زول معين، يعني هي القصه دي ما بتقعد فتره طويله، صح، بتكون بتحب مثلا حاجه عصام. ما معنى انك انت بتحب عصام بتكره الباقيين، لكن يمكن انت ما اديت الباقيين مساحه انك تسمعه. دي فتره بتكون شنو بتاعت تنقل للفنان ذاته. يعني انا ستي بديتي مع استاذ عصام انك انت يعني عشت تجارب مع 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 اساتذه كبار في كم لون. الكم لون دي ذاتهم بتكون يعني كده فتره انه هو كان بيسمع لمثلا الكاشف، يتشبع بحاجاته وبقى يعني محب انه يسمع للكاشف، بقى ينكت في حاجات الكاشف، مشى انتقل لحته ثانيه، انه ينتبه لانه يا اخي لا والله مش انه ده احسن من ده، انه يا اخي يا سلام حسن عطيه ده حسن عطيه جميل. تقوم تبحر في موضوع حسن عطيه وتبدا تنكت وتخش. فهي القصه انك تحب الحاجه، ايوه، هي اللي بتخليك توصل الحاجه صح. طيب دي كانت واحده من الحاجات برضو اللي بتميز الراحل، حبه للفن
حبه للتلحين والاهتمام ايوه والاهتمام حتى بمنظره قبل تكلمنا عن انه هو كان جميل المحية كده وسيم أيوة. وسيم ولبيس فدي واحدة برضو من الحاجات اللي ممكن تكون ميزته. طيب أنا ذكرتني حاجة مدفوضة علي مالو لو صافيتنا أنت كان بغنى فنانس ومناليك. ذكر سفيرنا في أثيوبيا عبر تلفزيون السودان قبل فترة أنه هذه الغنية أعادت العلاقة بين أثيوبيا والسودان، فقال الكلمة المغناة دي سريعة. قال ذكر أيام كان منصور خالد أيام مايو كان وزيرا للخارجية، جاء مناليك زار السودان وقعد في السودان هنا، قام غنى في المسرح في إحدى أعياد ثورة مايو، غنى مالو لو صافيتنا أنت، ولسه بغنوها الأحباش ديل يعني والأثيوبيين والأثيوبيين بغنوها، فقام غنى مالو لو صافيتنا أنت، ومرة بقيت جينا في حضور جعفر منير ومنصور خالد في أعياد الثورة. أيوة. فقام بيحكوا لي السفير ذكرها في التلفزيون، ذكر لي أكد لي الفاتح الصباغ الله يرحمه كان حاضر المسألة، قال لي والله كان من اللي يقدر بغني مالو لو صافيتنا انت، ومرة بقيت تجينا نحن ما قصرنا حاشا، انت اتلومت فينا. أشر لي جعفر النميري، قال لي جعفر النميري همس لي منصور خالد، قال لي أمره بإعادة العلاقات مع أثيوبيا فورا. قال لي تاني يوم عادوا العلاقة ده ذكر سفيرنا هناك، قال أنا ودوني سفير لأنه مالو لو صافيتنا انت كان السبب في إعادة العلاقات بين السودان وأثيوبيا. وانا بحيي الشعب الاثيوبي الغنى قلت لك ممكن تاخذيها اجتماعيه، ممكن تاخذيها سياسيه، ممكن تاخذيها عاطفيه. استاذ نتاج السير، يعني لو جينا مسكنا انه الراحل كان عنده عدد كبير من الملكات، منها عزف العود، الحاجه اللي ممكن تكون برضه هي سعادته في التلحين بشكل او باخر يعني. والله في بعض المطربين ما بعرفوا يعزفوا عود لكن بيلحنوا بصوت يعني انا ما اعتقد انه كاشف ما كان بيعزف عود لكن كان بيلحن على انغام الربو والفار دي ادوات بتاعت النجاره يعني، لكن هو عازف عود متمكن وبيساعد حقيقه بيني بينك الواحد لما يعني متمكن يحفظ المساكات زي ما بيقول لي احمد زاهر الله يرحمه بيقول لي في مساكات حقات اللحن يعني ممكن بالعود هو يدندن كده يحفظ اللحن ويساعده. طيب استاذ عصام، يعني لو من خلال متابعتك وترديدك لأغنيات الراحل بتفتكر شنو أكثر الحاجات اللي ميزت مدرسته الفنية عن باقي جيله؟ وقبل قلنا إنه منافسة الكبار ما حاجة سهلة، أنت موجود في وسط فيه أكبر الفنانين وفيه زخم من الأصوات ومن الكلمات ومن الأداء ومن الصعوبة من مكان إنه أنت تكون موجود في الوقت ذاك على الإذاعة وحتى على التلفزيون. والله يمكن من الناس المحظوظين جدا يعني، دول بنقول في التعبير العامي سمع وشوف، وكان جميل بكل الحاجات يعني، طلته جميلة، بسمته جميلة، الحاله جميلة، يعني تحس به زول أنا طبعا ما تعاملت معه، لكن حتى الناس القريبين منه بيتكلم عنه بحب، مش لأنه ما زول حياة متوفي، لكن بيقول لك زول لا ما زول الدنيا، فتخليه دائما زي ما قال صلاح حبك للحاجة بخليك تعبر عنها بحب أكثر. ممكن ده بنجح الحاجات يعني، يمكن عشان أنا في حساباتي إنه معظم الأغنيات اللي ما نجحت ما لي ضعف الشعر أو لي ضعف اللحن أو ضعف الأداء، لكن عدم التوافق بين كل الأطراف يعني. من يعني أنت لو ما قدرت تلين في الإيقاع الداخلي للقصيدة بتفشل في إنك توصلها مهما كانت جميلة. صح، لو لبست توب غير توب بتصحر برضه نفس الحاجة يعني، أنت تقدر تفلت لبسها توب ولا طرحه وهي لسه طفله صغيره، او تجيب زوره كبيره تعمل لها شعرتين ما بتتقبل، انت كنظر كده بتفقدها منه ورح. بعدها بدون ما اشوف هل احتمال تكون بس صغيره وده طول ولا حاجه، عشان كده بنلاحظ حتى النبره الحزينيه في الاغنيات اللي فيها شيء من الحزن عند الراحل، وحتى بيتين يوطوا بيتين يعلي في السلالم، وانتوا اقدر انه تستوعبوا الحاجه دي كمؤديين وفنانين يعني بنلاحظها دي حتى في الصوت. دي مهمة أيوة. بيقولها ليه؟ بتوضح المعنى. أيوة. يعني من تقوم تقول الأغنية بشكل محدد يعني تقوم تكورك في حتة محنة مثلا ما بقدر أسمعها. صح. ولو سمعتها بستوعبها. أو حتى حزينية تديها الجبال قلنا الصبغة اللحنية الفرايحية برضو ما بتكون مقبولة. نحن غايته في طبيعتنا كشعب، يمكن لحد يجينا ما أنا ما أعرف أولادنا ديل كيف ما بعرف، لكن نحن نتميز
نميل للحزن بالحزن اكثر الشجن ده بياخذنا كثير يعني حتى اللفظ حق اسراء انا شايفه اجمل الشجن دي حاجه سمحه الشجن لا 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 الحزن دي الحزن احنا شعبي حزين احنا شعبي يكون الحزن النبيل ليه لانه جادين شويه زياده كنا ما زي انتوا طبعا عندكم ما شاء الله الفرحه والنكته السريعه الفرح عمره قصير لكن زمان عندنا بيقول لك مسخره يعني لو دعبت زول ولا حاولت تفرح زياده وكلمة الثانية قالوا هذا ما أدري أقول الله شوية حار يا روحي ها اجري وفتشي اجري عاك انت الاشي يا روحي مهما الليلة مهما فتلي المشي أنا عندي زول بقى كل شيء بقى كل شيء في الدروب سايقاني غشة غشة يا روحي غشة أنا في الدروب سايقاني غشة الريوحة الليلة الريوحة قلبي اللي طاشة ما بتخون محبوب حاشو عاشة حاشة Thank you.
روحي مالي بالشدايد. أنا غير حبايب حبي سايب يا روحي مالي بالشدايد. التعب الليل التعب ألفي نداء عيد وشجاه القلب راي القلب راي. اجري وفتشي هاجري عكان تلقشي يا روحي اجري وفتشي انت مهما مهما ليل ومهما تتلي الوشي زول لقى كل شيء. انا عندي زول كل شيء. أستاذ صلاح يعني بصورة عامة أنتوا كفنانين هسه شنو شكل الاستفادة اللي ممكن تستفيدوها من المدارس زي مدرسة الراحل؟ وقبل قلنا إنه هي مدرسة كاملة متكاملة ما بينقصها أي شيء بالرغم من قصر المدة الزمنية اللي هي نحن بنقيسها بالسنين. طبعاً قبل الأستاذ ياسر يعني يمكن مال الحتة دي شوية إنه يعني أي فنان لو لاحظتي في بدايته بيكون عنده اتكاء على زول زي ما قال الأستاذ ياسر بعد ذاك بينطلق بحاجاته يعني. قصة انك تقوم يعني يكون عندك يعني مدرسة دي حاجة مهمة جدا جدا صح لانه اي زول بلا مدرسة ما انا ما 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 افتكر انه ممكن يكون ناجح في اي عمل يعني دائما في كل حاجة بيكون عندك يعني زي ما بقولوا شيخك اي بالضبط بيكون عندك زول يعني هو اللي بيوريك الحاجات في الغنى ما الا تلقى زول يقوم ينبهك يقول لك اعمل وسوي وكذا انت ممكن تستفيد من سمع ممكن تستفيد من بروفة بتاعت زول صح. قدامك في المجال وكده فهي أكيد مفيدة ولازم كمان مش يعني هي ممكن تتعامل وممكن ما تتعامل لازم يكون عندك زول وانت تمشي على حياته وبعدك تجيب حقك انت نعم أستاذنا جسر عباس انت الشاعر وانت الإعلامي اللي بتمتلك عدد كبير جدا من الجوانب الإبداعية المختلفة ونحن خلاص بنلملم في أطراف الحديث دارين نقول في عبارات شنو شكل الاختلاف للمدرسة نفسها قبل هو كفنان كشاب أسقط عليه وعلى على 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 نفسه لكن بصورة عامة على مدرسة الراحل شكل الاختلاف وكيف قدر يؤدي للمسيرة الطويلة بتاعة الأغنية السودانية خوجل عثمان
فنان بالفطرة، يعني استطاع أن يضع يجد موقع قدم في وسط ساحة فنية كانت تزخر بالعمالقة والشوامخ. ساحة كان فيها عثمان حسين، الذري إبراهيم عوض، حسن عطية، إبراهيم الكاشف، عديد من المطربين أصحاب الأسماء الضخمة، ومحمد اللمين، وكل المبدعين الرائعين ديل. فنان يستطيع أن يجد له موقع قدم أمام هذا السيل الضخم من المبدعين ويقدر يمشي لقدام كده. فادوا تواضعه كثير، وفادته أنه نهل من مدرسة عثمان الشفيع، نهل من مدرسة أحمد الجابري، نهل من مدارس فنية مختلفة، كونت تبلورت كل هذه الأشياء، وأدت خوجل عثمان الزاد اللي يستطيع أن يواصل به ومسيرته في درب الفن الشاغرة. فأنا أعتبر روحي من المقربين جدا لخوجل حسب التجربة والثنائية الغنائية بيني وبينه. فيعني خوجل عثمان زي ما ذكرت قبل عن الحديث عنه، لا يمل ولا يفتر ولا يتكل، أهلنا اتكى، هو اتكى على تجارب الآخرين في فترة معينة وتخلص بعد ذلك منها وكون إنتاجه الخاص الضخم جدا. أنا قبل يعني قلت أنه مشروعه الفني لم يكتمل في بالي، أخي عصام محمد نوكا عنده رأي آخر، أنه بالمناسبة الفن ده ما بحر واسع. يعني أنا بعتقد خوجل عثمان ده عنده، إحنا جارين في موضوع مسرح خوجل عثمان في الحلفاية عشان يكتمل. خوجل عثمان ده مدرسة، يعني مدرسة تخرجت في مدرسة متنوعة، يعني تخرج مدرسة محمد الأمين ده مدرسة متنوعة، مدرسة عثمان الشفيع مدرسة متنوعة، مدرسة أحمد الجابري مدرسة متنوعة، تخرج من عديد من المدارس. فبهذا الكوكتيل المشكل أتى خوجل عثمان، وكان رجلا مقبولا عن كل الناس وقريب إلى قلوب كل الناس. فأنا يعني أترحم عليه وأكرر تحيتي لأسرته الكريمة ولأولادي إيهاب وشهاب وبنته رحاب ولزوجته وكل الناس أبو مشرق ولكلهم لهم التحية. ونحن نتمنى أن تراث هذا لهذا الرجل يعني لا يندثر ولا يخبو. أنا ما قاعد مانع بأن الناس تغني غناو، لأن الناس تذكر خوجل عثمان. لو بقيت نقول الناس ما تغني غناو دي مشكلة، لكن هو بيغني، إحنا بنتأكد بأنه بغني صح دي غنيه. فده كلام أنا ذكرته لأولاده كثير وافقوا عليه، فأنه يغني الزور إحنا يعني بنختاره عشان يغني غنا خوجل. أنا ما يعني عديد من المطربين جو عشان يسجلوا غناه، وكان في اعتراضات كده منه مني ومن أولاده كده، لكن في ناس متفق عليهم تماما، يعني أنه يعني ممكن يغنوا غنى خوجري، ناس ممكن يشوفوا النص صحيح يقروه، وناس أساسا بيحبوا خوجري. خوجري ما حق الشعب السوداني بالزبط. اللي يحبوا زي ما نحبوا نحن والحقيقة أنا، والفنان بيبقى ما ملك لنفسه بقدر ما هو ملك للناس. والحقيقة أنا هذا الديوان أنا طلعته إهدار روحه، عملت فيه مرسيت اسمها بعدك الأيام حزينة على اسم هذا الديوان، لسه ما وفعلا كانت الايام او الوسط بصوره عامه بعده حزين، لانه يعني شكل الفاجعه وشكل الوفاه فجع بها كل الناس داخل السودان وخارج السودان، وكانت ايام اكثر من حزينه. شكل النهايات للحياه نحن ما بنكتبها، ولكن ما بنملك الا انه نترحم، نقول انه القلب لا يحزن وانه العين لا تدمع. وإن عليك لخوجي المحزونون، لكن ما كثير على الله. نعم. ما كثير على الله. ربنا له الرحمة والمغفرة. أصل الأزهار هي قصيرة الأعمار. على عكس الأشواك. والدنيا بيشيل الخيار. نعم. يعني أصلاً هذا خاف عليك وعلى حسام محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الأخوان المصورين ديل الدنيا بيشيل الناس الكويسين يا مانا. الناس الكويسين ديل بيروحوا. على العموم نحن حاولنا في غناوي وحكاوي بالرغم من أنه الحديث نلملم. هو طويل نلملم ونشوف بعض من رحيق مدرسته الفنية المتكاملة بمعنى كلمة متكاملة. أنا سعدت جدا بوجودك معي داخل اليوم الاستوديو أستاذنا الشاعر والإعلام الكبير توجسر عباس، وإن شاء الله تكون عندنا لقاءات تانية نشوف فيها الديوان الشعري بعدك الأيام حزينة في مساحات تانية. شكرا على وجودك معنا. شكرا لك، وشكرا لكل العاملين بهذه القناة وللسادة المشاهدين لصبرهم علينا. شكرا فنان شاب عصام محمد نور. أنا والله سعيد جدا بقناة الشروق ودماك السيرتلي،
حقيقة جمعتنا بالرصاص سيد عباس وحبيبي حبيبي حبيبي نعم والإعلامية المتميزة كثر خيرك بالتنا وأحبابنا ورا الكواليس شكاب كنا عصام باي عصام باي قلت أنا لا ندورين بداية الحلقة نترحم على الراهل المقيم وبنحيي أسرته وربنا يطول في أعمار أولاده إن شاء الله ويوفقهم جميعا يعني إن شاء الله يا رب. شكرا للفنان صلاح الأمين كثر خيرك على وجودك معنا. تسلمي يا إسراء وشكرا لك وشكرا للقناة وأنا يعني زي ما بديت الحديث بتاعي هاختم برضو انه كان لي شرف كبير اني اكون يعني من اضلاع الحلقه دي واتمنى انه اكون قدرت اوصل الحاجات بشكل كويس وتشرفت جدا بوجودي في قناه الشروق تشرفت جدا بوجودي معكم واتمنى انه اكون يعني قدرت اوصل الحاجات كتر خيرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وكتر خيركم شكرا نبيلا لكل الساده المشاهدين رحيق من مدرسة شعرية لا تنضب زي ما قلنا قبيل نهل فيها من عدد من المبدعين والمثقفين اللي كانوا موجودين في أم درمان بصورة عامة قدر من خلاله يقدم عدد من الأغنيات اللي رفد بها مكتبة الأغنيات السودانية سعدنا بكم الأسبوع الجاي إن شاء الله بيتجدد اللقاء وبعدك الأيام حزينة شايلة كل الدنيا نحن لسه في نفس الآهات زي مع الرحيل المورة اللي تكلمنا عنه نحن لسه بنسمع الأغنيات مرارا وتكرارا أسمعنا مرة هي أغنية الختام للراحل تفضل عصام حبيبة اسم القرار
دايرين عيون تسبيح غريبة دايرين عيون ولك تسبيح غريبة عشان كل حلوة حلوة في الكون غريبة الدنيا تبنى ما فيها مرة الدنيا تبنى ما فيها مرة الكون يلاقي 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 بهجة ومسرة مين في عمرنا ولا شايفينه برا مين في عمرنا ولا شايفينه برا أمشي ضد الحب معانو أبقى زي أنا زول محبة أنا إحنا لينا من ربينا كاتا فينا وفينا شبة حبة 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 حبة, حبة